هذا وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية 5 شركات تكنولوجيا صينية جديدة ومعهدا تابعا للحكومة الصينية لإنتاج أجهزة الكمبيوتر ضمن قائمة الشركات التي تمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن سبب إدراك الشركات الجديدة ينبع من تزايد المخاوف بشأن تطوير التطبيقات العسكرية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، مؤكدة أن نشاطات الشركات تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وحتى الآن لم ترد السفارة الصينية في الولايات المتحدة على القرار.